السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله وانتم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم واحد الكغاتا خفيف كينفع في وجبه العشاء او وجبه الغداء. خليكم مع الفيديو باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. هذا كغاتا بلا دند وبالشامبينيو كما كتشوفوا. خليكم مع الفيديو باش تعرفوا باقي المقادير والطريقه ديال التحضير. اللي غنحتاجوا في هاد الكغاتا هذا لدان مقطع كيف ما كتشوفوا، طريفات صغار هكا، الفرماج كيف ما كتشوفوا اللي باقي غادي نحكوه ان شاء الله باش يدار فوق الكغاتا، وغادي نحتاجوا حتى الشامبينيو والزبده اللي يكون معايا. اول حاجه يا البنات غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديروها غادي نذوبوا جوج معالق كبار ديال الزبده في المقله كيف كتشوفوا باش نشحروا فيه داك اللدند. درت جوج معالق كبار يعني على حسب الكميه ديال اللدند اللي كاينه عندي. خليكم معنا. بعد ما ذوبنا ديك الزبده كيف كتشوفوا غادي نديروا اللدند ديالنا باش يتشحر مزيان كيف كتشوفوا. غادي نديروا الكميه كلها. وبعد ما حطينا لدند كله يتشحر في ديك الزبده اللي ذوبنا درت عليهم واحد جوج فصوصه ديال الثوم يشفتو معنا حتى يتشحروا حتى هما معاهم. غادي نبداو هكا نحركوهم مزيان حتى نحسوا باللي داك لدند بدا كيدخلوا طياب كيف كتشوفوا. غادي نديروا الملحه. ما درنا الملحه دابا غادي نديروا شويه ديال الابزار كيف كتشوفوا، وغادي نستمروا في التحراك حتى يتجانسوا داك يعني داك المكونات كلهم، داك لدند وداك الابزار وشويه ديال ديك الثومه كيف كتشوفوا. غادي نحركوهم هكا غير بشويه حتى نحسوا بهم داك يتشحر مزيان كيف كتشوفوا. وعلى ما يتشحر داك لدند مزيان غادي ندوزو نقطعو الشامبينيو كيف كتشوفوا. يعني القطع كتبقى اختياريه كيف كيعجبكم. كاين اللي كيبغي يكون يخليه هكاك يعني بالشكل ديالو، كاين اللي كيبغي يقطعو رقيق، وكاين اللي كيقسمو غير على جوج. المهم كيبقى داك الشيء اختياري على حسب الذوق ديالكم. انا كيعجبني نقطعو شويه كيف كتشوفوا. من بعد ما غسلتو مزيان من الماء درتو يتقطر في هاد الشبكه هادي او هاد الصفايه كيف كتشوفوا. معنا يا البنات من بعد ما داك لدند بدا كيتشحر كيف كتشوفوا مره مره كنحركوه راه تشحر مزيان هو وديك الثومه كيف شفتوا معنا. راه ما كنديروش بزاف ديال التوابل في هاد الكغاتا هذا، درنا غير شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار بركه غير هاد الجوج صافي، ما كنديروش جميع ديال الانواع ديال التوابل اللي كاينين. مهم مره مره يا البنات كنحركوه كيف كتشوفوا حتى يتشحروا مزيان ونحسوا بداك لدند بدا كيدخلوا الطياب. تقدروا تعودوا لدند بصدر ديال الدجاج اللي عجبكم، هادشي كيبقى اختياري يا البنات كل وحده وشنو كيعجبها. بعد ما تشحر مزيان داك لدند درتو في الشبكه باش يستقطر مزيان من داك يعني داك مادة تلق وديك الزبده كيف كتشوفوا. غادي نخليه حتى يتقطر مزيان وديك الساعه غادي ندوزو باش نوجدو البيشاميل. خليكم معنا. المهم غادي نخليه على جنب يا البنات وغادي نجيبو كاسرونه كيف غادي تشوفوا معنا. غادي نديرو فيها جوج معالق ديال الزبده كيف كتشوفوا، غادي ندوبوها مزيان. درنا ثلاثة ديال المعالق كبار كيف كتشوفوا. بعد ما دابت الزبده غادي نديرو الطحين بالتدريج يا البنات.
غير بشويه، نديرو معلقه وحده اخرى حتى ندوبوهم مزيان كيف غادي تشوفوا معانا. بهذه الطريقه غادي نحاولوا ندوبو شويه بشويه، خلطوهم مزيان حتى تجانس مع ديك الزبده، حتى نسالي الكميه ديال الطحين اللي عندي. ملي نحسو مع ديك الزبده جانست هي وداك الطحين كيف كتشوفوا، نكون نزيدو الحليب شويه بشويه تنحصلوا على القوام اللي بغينا كيف غادي تشوفوا معنا. المهم الكميه ديال البشاميل كتبقى اختياريه، كاين اللي كيعجبو غتا يكون يعني فيه الكميه ديال البشاميل كثيره، وكاين اللي كيعجبو يعني قليله. المهم داكشي اللي غادي يكفينا، راعينا ميزاننا كيف غادي تشوفوا معنا. هي بدات كتعقد وحنا كنزيدو عليها الحليب، ودابا غادي نزيدو ندهنو اللاطه اللي غتدخل الفران كيف كتشوفو. غادي ندهنوها كلها بالزيت، عفوا غادي ندهنوها كلها بالزبده كيف كتشوفو معانا. غادي ندهنوها هكا بهذه الطريقه، ومن بعد ندوزو نكملو على البشاميل اللي كنوجدو فيها. بعد ما دهنا اللاطه اللي غتدخل الفران كلها بالزبده كيف كتشوفوا، غادي ندوزو البشاميل، غادي نديرو فيها شويه ديال الملحه كيف شفتوا معانا، وغادي نديرو شويه ديال الابزار كيف كتشوفوا، وغادي نستمروا في التحراك. ومن بعد غادي نضيفو عليها الفرماج كيف غادي تشوفوا، او الفرماج دفناه، غادي نبقاو نخلطو حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا. ومن بعد غادي ندوزو اللاطه اللي غادي نديرو فيها داك لاداند اللي طيبناه اللي شفتوه معنا في البداية. احنا غادي نغطيوه كله هكا في اللاطة كيف كتشوفوا، غادي نستمروا هكا حتى نكملوا الكمية ديال لاداند اللي عندنا. ودابا ملي سالينا الكمية ديال لاداند درناها كلها في اللاطة، غادي ندوزو نشحرو شوية داك الشامبينيو اللي قطعناه في الأول في شوية ديال الزبدة، غير معلقة صغيرة ديال الزبدة دوبناها في المقلة، وغادي نشحرو فيها هاد الشامبينيو كيف كتشوفو معانا بهاد الطريقة. هادي غير تشحر شوية، كاين اللي كيبغيه يشحرو كاين اللي كيخليه هكاك، اختيارية لبنات المرحلة. وغادي نضيفوه فوق لاداند ديالنا كيف كتشوفوا، غادي كاين اللي كيفضلوا خلطهم بجوجهم، يعني غيخلطهم بجوج عاد نديروهم في اللاطه، يعني داكشي كيبقى اختياري. انا فضلت نديرو هكا فوق لدان ديالي كيف كتشوفوا، غنحاول يعني نوسع الكميه كلها ونحطها فوق لدان كله باش تجيني متساويه بهذه الطريقه كيف كتشوفوا. ومن بعد عاد غادي نضيفو عليها البشاميل اللي وجدناها كيف كتشوفوا معانا، نحاولوا نقادوها كاع الجوانب. ودابا غادي نحطو عليها ديك البشاميل اللي وجدنا لهذه الطريقه، غادي نحاول نديرها على الجوانب وفي الوسط باش تجيني الكميه كلها متساويه، ما تخرجليش الكغاتا ديالي ناشف كيف كتشوفوا. غادي نحاول كامل نوصل الكميه اللي عندي، نحاول نوصلها كلها على لاداند اللي عندي كيف كتشوفوا. هذا يا بنات كغاتا ساهل، ما فيش بزاف ديال التمارة وما فيش بزاف ديال المكونات كيف كتشوفوا. غادي نستمر هكا حتى نكمل كاع الكمية ديال البشاميل اللي عندي. بعد ما درت البشاميل كله على الكغاتة ديالي كيف كتشوفوا، دابا غادي ندوزو المرحلة ديال الفرماج اللي عندنا اللي حكيناه من قبل كيف كتشوفوا. يعني من المعروف على الكغاتة، اي كغاتة يا البنات كيف ما كان، يعني اللي الحاجة اللي كتواتيه مزيان هي
الفرماج، يعني ما حد كتزيدي الفرماج وكتكتريه، ما حدو كيجي بنين ومذاقو زوين. ودابا غادي ندوزو نديرو شويه ديال الزعتر، انا كيعجبني يا البنات، كينسم وكيعطي مذاق بنين وزوين للكغاتا كيف كتشوفوا. غادي نرشوه هكا كله، غادي نحكوه هكا بين صباعي هكا، وغادي نضيف عليه شويه عاوتاني ديال الفرماج، كيعجبني داك المذاق ديال الزعتر مع الفرماج. ودابا غادي ندخلوها للفران ان شاء الله، ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديال الكغاتا ديال اليوم، كغاتا ديال لاداند مع البشاميل. خليكم معنا. وبعد ما خرجناها من الفران كيف كتشوفوا، ها هي اللاطه ديالنا، ها هي او الكغاتا ديالنا، ها هي وجدات كيف كتشوفوا، رجات محمره وفيها الريحه، يا سلام كتشهي البنات ما شهيتكم فيه. نتمنى تجربوها، راه كل شيء طيب، بقى غير داك الفرماج يدوب، يعني ما نخليوهاش في الفران بزاف غير على ما يدوب داك الفرماج وصافي ونحيدوها. هذا هو الشكل ديال الكغاتا ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم. كغاتا ساهل بدون خضار، يعني تقدروا تضيفوا عليه بزاف ديال الحوايج، كيبقى اختياري يا البنات، تقدروا ديروا الخضره. انا درتو غير هكا كغاتا غير بلادانت والبشاميل كيف شفتوا معنا في الفيديو. نتمنى يكون هذا الشيء ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. ودابا يا البنات راه وصلنا للنهايه ديال لا فيديو، نتمنى يكون هاد الكغاتا ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. كنستنى تعليقاتكم وتشجيعاتكم، وكنشكر كاع الناس اللي كيخليو لي تعليقات زوينه، شكرا لكم بزاف على التشجيع ديالكم، راه التعليقات ديالكم كتفرحني بزاف وكتشجعني. الله يخليكم وبارك الله فيكم، ورمضان مبارك سعيد علينا وعليكم ان شاء الله، وعواشركم مبروكه، والله يدخله ادخلوا علينا بالصحة والسلامة ان شاء الله. ودابا راه وصلنا للنهاية ديال لا فيديو، نتمنى تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. في حفظ الله ورعايته، والى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامة.